كان لانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران في العام 2019 تبعات ضخمة، وكانت للعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران آثار سلبية سواء عليها أو على المتعاملين معها. وفي إطار التخلص من هذه الآثار دشنت الدول الأوروبية آلية تعامل مع إيران سميت بآلية أنستكس. أسست كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا هذه الآلية في آخر يناير من العام 2019. تم تأسيس مقر للآلية في العاصمة الفرنسية باريس عقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران. هددت إيران بالانسحاب التدريجي من الاتفاق. إلى هنا توصلت الدول الأوروبية لإقرار هذه الآلية للسماح لإيران بمواصلة التجارة مع العالم الخارجي. تأسست الآلية من خلال إيجاد قناة مالية تفتح المجال أمام الشركات الأجنبية للحفاظ على تجارتها مع طهران، ذلك عبر مقايضة البضائع أو إجراء المعاملات بعملات غير الدولار الأمريكي، وبذلك يتم تجنب العقوبات الأمريكية على إيران. دشنت الآلية من أجل تغطية السلع الإنسانية كالغذاء والدواء، ذلك في المرحلة الأولى منها كما كانت تتيح لإيران بيع النفط مقابل هذه السلع، وكانت آلية طموحة عندما أطلقت بين الدول الأطراف. إلا أن قررت الدول الأوروبية إغلاق آلية أنستكس، وبررت الخطوة بعدم وجود سبب لمواصلة نشاط الآلية. إلا أن إيران ردت على هذا القرار مؤكدة أنها لم تكن تعلق أي أمال أصلا من الأساس على هذه الاتفاقية، وأن لديها قنواتها التجارية الخاصة. من فيينا ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية في جامعة فيينا هاينز غارتنر. سيد هاينز، أهلا وسهلا بك معنا. يعني السؤال البديهي هو لماذا الآن تنسحب الدول الأوروبية التي أسست هذه الآلية كوسيلة لإيجاد طريقة للتعامل مع إيران ماليا وتجاريا بعد العقوبات التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا الآن، وما هي المؤشرات التي تقرأها في هذا الانسحاب؟ في رأيي هذا الانسحاب لا يعني أي شيء، لأن آلية أنستكس لم تكن سارية على الإطلاق. فقط معاملة واحدة كانت قد أجريت في 2019، وكان منذ 2019 وكان يفترض منها أن تيسر إجراء المعاملات بشأن النفط، ولذلك عمليا كان يمكن الانسحاب منها وإلغاؤها منذ وقت طويل. وهذا التوقيت لا يعني الشيء الكثير، لأنها لم تكن مفعلة ولم تكن مطبقة. لماذا برأيك سعت الدول الأوروبية إلى إنشاء آلية لتسهيل عملية التجارة مع إيران بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني؟ وإن كانت هذه الآلية لم تكن تعمل بالشكل الجيد، لماذا لم توجد الدول الأوروبية بدائل لها؟ هي أنشئت بعد أن انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، والتجارة بين الاتحاد الأوروبي وإيران انخفض ب 77%. شركات عديدة كانت تتبادل تجاريا مع إيران كانت يائسة، ولذلك لبت الحكومات الأوروبية طلبها وأنشأت هذه الآلية. لكن تهديد أمريكا بفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل تجاريا مع إيران جعل آلية أنستكس جامدة، ولم تغامر الشركات الأوروبية بالتعامل مع إيران حتى لا تتعرض للعقوبات، وأيضا لأنها تصرفت ببراغماتية ولم تكن تريد أن تخسر استثماراتها في أمريكا. لكن هل توقفت سيد غارتنر العلاقات، التبادل التجاري، التبادل المالي بين إيران والدول الأوروبية خلال هذه الفترة، خلال الفترة الماضية؟ لم تتوقف التعاملات التجارية بين إيران والاتحاد الأوروبي، ظلت هناك بعض التعاملات التجارية
لكنها ظلت في نطاق ضيق جدا. لو كانت آلية استكس طبقت لكانت إيران استفادت كثيرا، ولهذا الدول الأوروبية لم تحاول أن تحسن أداء آلية استكس، وذلك لأن آلية استكس لم تعوض الشركات التي كانت لتتعرض للعقوبات الأمريكية، وهذا كان موطن ضعف هذه الآلية. يعني عندما اتخذ هذا القرار، المسؤولون الإيرانيون عبروا عن أنهم يعني لم يأبهوا كثيرا بقرار إلغاء آلية استكس من قبل الأوروبيين، وأنهم لم يعولوا عليها أصلا، وكانت غير ذات جدوى بالنسبة لهم، فهم يعتمدون على قنوات بديلة أخرى. برأيك ما هي هذه القنوات التي تعتمد عليها إيران؟ وهل يعني في هذه القنوات بعضها موجود في داخل الدول الأوروبية؟ كان هناك بعض القنوات البديلة، لكن للمفارقة أنها لم تكن مختلفة كثيرا عن آلية استكس، وهي كانت قائمة على أساس متبادل. الشركات الأوروبية على سبيل المثال تضع بعض الأموال في إيران من أجل استثمار، وبالنسبة لآلية استكس متعددة الأطراف لم تفد إيران، رغم أن هذا كان هو الهدف من ورائها، لكن الأوروبيين لم يستمروا في آلية استكس بسبب الخوف من العقوبات. وبطبيعة الحال هناك شيء آخر، وهذا يعود إلى الوضع الجامد في المفاوضات حول الاتفاق النووي، وهذا جعل الأوروبيين يترددون في خرق القوانين الأمريكية، رغم أنه كان هناك وعد بحماية تلك الشركات. سيد غاردنر، دعني أسألك يعني بصراحة في هذا الإطار، إيران الكل يعلم أنها دولة كبيرة، لديها موارد، لديها موارد كبيرة من النفط، ويعني الدول الأوروبية بحاجة إلى هذا النفط. خلال الفترة الماضية وخلال فترة المفاوضات والمناوشات والأخذ والرد مع إيران في الوصول إلى صيغة مثلى للاتفاق النووي بينها وبين الدول الكبرى، هل استطاعت الدول الأوروبية أن تحسن يعني أو أن تقوم بعمل التوازن ما بين احتياجاتها المادية أو احتياجاتها الاقتصادية من إيران وما بين موقفها سياسيا من الاتفاق النووي مع طهران؟ الإيرانيون تمنوا أن يحدث ما يفيدهم بسبب أزمة الطاقة واعتماد الأوروبيين على روسيا، وكان يراهن الإيرانيون على أن تلجأ أوروبا لشراء النفط والغاز الإيرانيين، ولكن هذا الأمل لم يتحقق لأن أوروبا وجدت بدائل أخرى غير إيران، وذلك لأن العقوبات ظلت مفروضة على إيران. ولكن هناك قنوات تمكن الإيرانيون من استخدامها لبيع نفطهم، ولكن بطبيعة الحال لم يكن ذلك على نطاق واسع. بالنسبة لمستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران بعد إلغاء آلية استكس، والتي يعني ربما أنه عمليا كما قلت سيد غاردنر لم تكن مفعلة بشكل كبير، لم يعتمد عليها الطرفان، ولكن قد يكون لها رمزية ما بإيقاف هذه الآلية، هل ترى أنه العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران ستهتز أو ستتناقص أو ستضعف في الفترة المقبلة؟ أولا صحيح، آلية استكس كانت نموذجا رمزيا كان يمكن استخدامه في حالات مستقبلية، ليس بالضبط مع إيران فقط،
ولذلك كان ذلك اجتهاد جيد لأنه عمليا يمكن استخدامه. رأينا ما حدث مع كوبا من قبل الأوروبيين، وبالتالي هناك بعض الاجتهادات المحدودة في هذا الصدد والتي يمكن أن تنجح، ويمكن تحسين آليات كإنستكس عبر تحسين أداء بند التعويض للشركات التي قد تتعرض لمخاطر بسبب العقوبات. وكان هناك وعد ب 8% ومليون، كانت هناك بعض الوعود للتعويض. واقتصاد إيران لم ينهار رغم عدم تطبيق إنستكس، ولكنه يعاني بسبب عدم الاستئناف للاتفاق النووي. شكرا جزيلا لك من فيينا أستاذ العلوم السياسية في جامعة فيينا سيد هاينز غارتنر.